بسم الله يا ابو الابن الروح القدس اله واحد امين. تحل لنا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. النهارده ارفاع الصوم الكبير، وشفنا من اسبوعين توبه اهل نينوى وقوه الصوم مع الصلاه اللي خلت ربنا يرفع غضبه عنهم، أعطاهم الحياة والنجاة بعد ما كان بيهددهم بالموت والهلاك. وتملي على مدى أحداث التاريخ والكتاب المقدس نشوف قوة الصوم مع الصلاة من أيام نحاميا وأستير ودانيال والبابا إبراهيم زرع قوة قادرة على نقل الجبال، على النجاة والخلاص من الموت، على الشفاء من الأمراض، على إخراج الشياطين. هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. وفي الكنيسة الأولى شفنا قوة الصوم والصلاة إزاي كانت سبب في نمو الخدمة وانتشار الكرازة في العالم أجمع. يقول القديس أغسطينوس: أتريد أن ترفع صلاتك إلى الله؟ ليكن لها جناحان، الصدقة والصوم. والنهاردة الإنجيل بيكلمنا عن أبعاد الحياة الروحية الثلاثة، الصوم والصدقة والصلاة، وحنركز بس عن موضوع الصوم. وبيحذرنا عشان ما نفقدش جناح الصوم فلا ترتفع صلواتنا إلى الله فنفقد المعونة الإلهية. فيقول كده: أول حاجة خلي بالك إن الصوم بتاعك يكون في الخفاء، وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. إزاي في الخفاء؟ وكان البابا شنودة المتنيح يقول طبعا في فرق ما بين الأصوام العامة والخاصة. الأصوام الخاصة ما حدش يعرف، ده بيني وبين أب اعترافي. لكن في الأصوام العامة حتى كانت الكنيسة والشعب كله عارف إن إحنا صايمين، لكن في الخفاء لأن مفيش حد يعرف كيفية الصوم. يعني محدش عارف أنا بصوم قد إيه، مدة الانقطاع، صوم الانقطاعي قد إيه، بصوم إزاي، نوعية الأكل اللي باكله، المطانيات والتأمل والخلوة اللي بتصاحب الصوم. دي كلها حاجات بتبقى بيني وبين الأب الروحي، المرشد الروحي أو أب الاعتراف، ودي بتبقى في الخفاء. كلنا صايمين لكن محدش عارف أخوه أو أخته صايمة إزاي. الصوم في معناها البسيط هو انقطاع عن الطعام والشراب لفترة، وبعد كده بناكل الصوم الأكل النباتي. القديس يوحنا الأسيوطي يقول: صوم الجسد هو البعد عن المأكولات، أما الصوم الروحاني فهو أن يجوع الإنسان ويعطش للبر. يعني بيصوم عن الشر. القديس يوحنا القصير كان بيقول زمان لما كان ملك عايز ياخد مدينة ملك آخر كان يعمل إيه؟ كان بيحصره، يحوطه ويقطع عنه الأكل والمية لغاية لما يخضع ويستسلم. فيقول برضو نفس المفهوم، عشان الإنسان يقدر يتغلب على شهوات الجسد يضيق عليها بالمنع عن الأكل والشرب في الغاية لما تستسلم لرغبات الروح. بولس الرسول يقول: أقمع جسدي واستعبده. الجسد عايز الراحة والنوم والتمتع بملذات العالم على حساب الروحيات، الكنيسة وحضور الصلاة وإن أنا أقف أفتح إنجيلي وأقرأ وأعمل الخير والصدقة. عشان كده بولس الرسول كان يقول: إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. الصوم ذبيحة حب بقدمها لله الذي أحبنا أولا وبذل نفسه لأجلنا. السيد المسيح لما بدأ خدمته بدأها بالصوم 40 يوم، حتى يقول: ولم يأكل شيئا في تلك الأيام، ولما تمت جاع أخيرا.
وجه بعد كده يتقدم إليه عدو الخير فسقط سريعا أمامه. بيعلمنا وبيدينا المثل، أنا في كل حروبي مع الجسد أو عدو الخير اللي عايز يسقطني في محبة الجسد وشهواته عشان أنجح في النصر عليه، لازم أبتدي بالصوم. والصوم زي ما السيد المسيح وصل لحالة الجوع، لأن لما الإنسان بيجوع بيحس بإخواته الجعانين، بإخواته المحتاجين، فيتحنن قلبه عليهم ويقوم بأعمال الصدقة والرحمة. طوبى للرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم. القديس يوناس يقول غاية الصوم هو نقاوة القلب، مش هقدر أعاين الله وأثبت فيه إلا لما يكون عندي نقاوة القلب. عشان كده الكنيسة النهاردة في القرايات بتأكد علينا في الإنجيل زي ما احنا قرينا، يقول إن غفرتم للناس يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لنا لكم أبوكم أيضا زلاتكم. وكررها مرتين. وفي إنجيل باكر يقول وإن أخطأ إليك 7 مرات في اليوم ورجع إليك 7 مرات قائلا أنا تائب فاغفر لهم. يعني مش هقدر أبتدي رحلة الصوم واتمتع بالنصرة وبالقيامة إلا لما أغفر وسامح. النهاردة أسامح أخويا واغفر له عشان أقدر أعيش حياة النصرة واتمتع بالصوم أو قوة الصوم والصلاة اللي اتكلمنا عليها. ويقول متى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فإنهم يغيرون وجههم لكي يظهروا للناس صائمين، الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. أما أنت فمتى صمت فإدهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. بيحذرنا لأن عدو الخير عايز يسقطنا في الرياء والكبرياء والمظهرية. بصوم وبعدين أبص في واحد يفتخر والناس تمدحه كرامة وتديله مجد، يا أنت بتصوم للساعة كام؟ وابتدي أتكلم، ده أنا بصوم للساعة 2 لـ3 للغروب، ده أنا بصوم بمية وملح، ده أنا. فالإنجيل بيقول لي اوعى تقع في الفخ، بتخدع نفسك وبتخدع ربنا. بدل ما توصل لعمق التوبة وقوة الصوم، بقيت ان انا بس مهتم حصوم امتى وللساعة كام وحاكل ايه وافتخر واسمع عشان اسمع كلمة حلوة من الناس. فالصوم يقول يقيل النبي ارجعوا الي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، ارجعوا إلى الرب إلهكم. أهمية أن أنا أرجع وأعيش حياة التوبة. النهاردة إنجيل زي ما اتكلمنا بيقول إذا بغفر لأخويا بقدر أسامح، بعيش حياة توبة وقداسة، وإزاي أعيش ممارسة الخفاء والترك والبذل. اللي هخسره من الناس إن كان مديح ولا كرامة هكسبه أضعاف في السماء، 100 ضعف على الأرض وملكوت السماوات في الحياة الأبدية. السيد المسيح لم ينتقد الفريسي لأنه بيصوم مرتين في الأسبوع، لكن علشان هو كان بيفتخر بالصوم. أما أنت فمتى صليت فإدهن رأسك واغسل وجهك. يقول القديس ساويروس الأنطاكي إن عايز يرفع نظرنا وفكرنا إن الله يشير إلى بريق الروح وطهارتها مش للجسد. هل الروح دي مزينة بالفضائل أدام ربنا؟ يقول أن نغتسل ونتطهر بامتناعنا عن الشر، ومن جهة أخرى نتزين ونضيء بممارستنا الخير. ادهن رأسك، أما نحن فلنا فكر المسيح. اغسل وجهك،
الوجه ده إذا كان مركز الحواس عايز يقول خلي بالك، حافظ على الحواس بتاعتك مقدسة طاهرة من كل خطية ودنس. ولا تكونوا عابسين. الإنسان المسيحي فرح، فرحين في كل حين في الرجاء، حتى في الضيقات هنبص نلاقي قوة الروح القدس اللي بتسندنا وبتدينا فرح وسلام القلب الداخلي. ستحزنون في تعب وبذل وجهاد وترك وعطاء، لكن حزنكم يتحول إلى فرح. آخر نقطة نتكلم عن بعض التدريب في الصوم عشان الحواس المقدسة. فنصوم عينينا. عدو الخير النهاردة أسهل حاجة فأشغلنا في بيوتنا وإحنا فاتحين الكمبيوتر على التليفون على الآيباد، تبص تلاقي عايز يسرقنا، عايزنا نروح للمواقع والنظرات المش كويسة. عشان كده عايزين نخلي نظرتنا بسيطة، ما هي شريرة فاحصة شهوانية. كل من نظر إلى امرأة لاشتهاها فقد زنى بها في قلبه، لكن العين البسيطة تخلي الجسد بتاعي نير. نصوم لساننا عن كل كلمة بطالة رضية. القديس أبو مقار مرة ماشي مع التلاميذ بتوعه وبعدين يقول لهم فروا يا إخوة فروا، فهم استغربوا فروا إيه، ده احنا في البرية وفي الصحراء أكتر من كده هنفر؟ فقالوا له هنفر من إيه؟ فراح ضرب بإيدي كده على فمه وقال لهم من هذا فروا. خلي بالكم من الإدانة والنميمة اللي تضيع أجرتنا وأصوامنا. نخلي نشبع ألسنتنا تشبع بمجد ربنا وبكلمته، وتكون مملحة بملح حتى تعطي نعمة للسامعين. تستلذ أفواهنا وأنفسنا، من يأكل جسدي واشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. يا رب ضع حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. نصوم أذنا عن سماع أي حاجة لا ترضي المسيح ولا طليق بأولاد ربنا. القديس يوحنا القصير مرة ماشي من القلاية ونزل المدينة وعشان يبيع عمل إيديه، فقابله جمال قال له يعني أشيل عنك الحاجة واخدها وترتاح. فخد الحاجة وحطها يعني على الجمل وماشيين، وفجأة بص لقى الجمال ده عمال يغني بأغاني عالمية بذيئة. يعمل إيه يوحنا القصير؟ ساب الجمل بمحمل، ساب الدنيا وساب حاجته وساب عمل يديه وجري وهرب. هتخسر ماديات لكن في المقابل هكسب السمائيات وأكسب أبديتي. فنصوم أذاننا ونشبحها بسماع الترتيل والتسبيح وصوت ربنا. نصوم قلوبنا عن كل كراهية وحقد وطمع وإدانة. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. لنحيا في حياة التوبة والقداسة وعمل الرحمة. ونختم بقول ماري إسحاق يقول الذي يصوم عن الغذاء ولا يصوم قلبه عن الكراهية والحقد ولسانه ينطق بالأباطيل فصومه باطل، لأن صوم اللسان أخير من صوم الفم وصوم القلب أخير من الإسنين. له المجد الدائم في كنيسته من الآن وإلى الأبد. أمين.